المعتقدات الغلط؟ يعني في حاجات كتيره اسمع ان ايه، لا ده مضر جدا، زي مثلا ايه اللبن. احنا طول عمرنا فاكرين ان اللبن ده يعني يا سلام احلى حاجه في الدنيا، لو كل يوم للأسف كوبايه لبن تبقى يعني اللبن انا ما هنا. بشوفش ان اللبن ده شيء صحي اصلا قوي، لانه بيعمل مشاكل كتير جدا في المعده للكبار. طب بنتكلم على الاطفال، اتليست ما يفطروش بيه. يعني ما ينفعش ابدا، من اكتر الجرائم اللي بتحصل الصبح ان احنا ندي للطفل كوبايه لبن دافيه وهو نازل. سكر واحنا اللاكتوز، بنديها له على اساس ان هو متعود على الرضاعه، لسه قايم من الرضاعه بقاله سنتين لا ثلاثه. ما هو خلاص خلص بعد السنتين، خلاص بعد السنتين، عشان كده من قبل السنتين بيبدأ يدخل أصلا في الشيء الطبيعي. فكوباية اللبن دي فيها سكر لاكتوز، فيها دهون تدخل في المعدة، تعمل تخمر، تعمل انتفاخ، تعمل مغص، تضايقه، تخلي نفسه مش عايز ياكل. في أطفال كتير بتبقى نازلة هي عايزة ترجع ده بس اللي معظم عندهم الوقت. حساسية للبن لا لا ولا لا 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 اللاكتوز لأي ولا حد كله عموما، لأي للعموم؟ حد، لأي طفل. فكوباية اللبن الصبح دي كارثة. عايزين نستعوض الكالسيوم، ناخد الزبادي. الزبادي الصبح مع فعلا الاوتس، او معانا مثلا فاكهية ومعلقة عسل صغيرة مش سكر، دي صحية جدا وهتدينا البروتين والكالسيوم الصحي، وتنظم حركة الهضم، وفيها كمان بروبيوتيك فتعلي المناعة واحنا نازلين. يعني ما يبقى الطفل مناعته اصلا كويسة، ما يلقطش اي حاجة من الجو او من زمايله او كده. فاللبن لا، انا بشوف بس اللبن في بعض كارثي. الاحيان بلاحظ ان في بعض الاطفال مش قادرين ياكلوا حاجه على الصبح. نضغطش عليهم. انا مش الاطفال، الكبار. والكبار انا انا بفطر، بتعب انا جدا اهم لو وجبه فطرت بالنسبه لي الصبح. الفطار. لو هيبقى الطفل صغير قوي وهينزل، طب ماشي، بنبقى معرفين مثلا المدرسين ان نانز انه معاه اللانش بوكس، مش لازم يفطر اول ما يصحى. يعني ممكن يستنى لغايه طبعا البريك في طبعا المدرسه يستنى ويفطر. لحد الساعه 10 لحد الساعه 9 بقى عندهم لو اطفال صغيرين بريك بدري. طبعا يستنى، مش لازم تغصبي عليه، هتقلبي بطنه وهتضايقيه، هيبقى هيكره فكره انه بيصحى يروح المدرسه اصلا. وممكن بقيه اليوم بقى كعند ما مش هياكل لانش بوكس كله. بالعكس، هو لما يعني سيبيه طالما مش عايز خلاص. انا دايما اقول الطفل لو عايز ياكل ناكله، مش عايز ياكل ما نغصبش عليه. طب انا عايزه اقول لك حاجه، انا بقى انت رجعتيني اصلها الذكريات بتاعت 10,000 سنه لورا. يعني احنا دايما في المدرسه، احنا ايامينا كان لازم بتاخدي وجبه المدرسه، كان فيها شويه مصاريف كده صغيره ولازم بيحطوا لك وجبه. انا فاكره حاجات حاجه يعني لحد النهارده انا ما برضو ما باكلهاش عشان كانت مفروض عليا في المدرسه، اللي هي الفاصوليا البيضة. كانوا دايما في المدرسه يعملوا لنا، مش كده يعني اساسي، في مرتين او يمكن مرتين او ثلاثه في الاسبوع يبقى في فاصوليا بيضة. هل الفاصوليا البيضة دي للاولاد الصغيره حاجة حلوة هي ولا وحشة ولا لا ايه؟ لا مش وحشة، هي فيها فوائد كتير جدا. الله، بس احنا كنا رفضنا كل الحاجات لا لا الحلوة. بس انا هي دي الفاصوليا دي هو الفول بتاع الاجانب. فاحنا الفول عندنا يعوض عنه عادي. ده حقيقي. في يعني الفول ده سورس اوف كارب وفي بروتين، فهو زي الفول. احنا بس اللي احنا عندنا عداء معاه، ما اعرفش ليه، مع ان هو حلو جدا، ما عدا الناس اللي بتتعب القولون، الفاصوليا بتتعبها برضه. فهو الفاصوليا هو الفول بتاع الاجانب. يعني انا افتكر كنت في المالديف سريلانكا، هم بيفطروا اصلا الفاصوليا دي حمراء، يعني بيعملوها عادي زي الطماطم، بيعملوها فاصوليا وجنبها رز، ده الفطار. يعني ده فطارهم كل يوم، ده زينا مثلا، ده الفول بتاعنا. فاحنا بس اللي بنتنصل من الحاجه، لكن الفول زي الفول، زيه زي الفاصوليا، الاثنين واحد. هو ده الفول بتاعهم مش اكتر.